السلام عليكم أعزائي الطلبة، اليوم محاضرتنا عن الشيكات السياحية للمسافرين، وتكلمنا في المحاضرات السابقة عن قسم التحويل الخارجي والضم قسم التحويل الخارجي. مثل ما قلنا أولا، بيع وشراء العملات الأجنبية والحوالات الخارجية والشيكات السياحية للمسافرين، واليوم نجي نتكلم عن الشيكات السياحية للمسافرين. الشيكات السياحية للمسافرين هي عبارة عن أوامر دفع وصكوك معدة ومطبوعة وفق نماذج خاصة، أي مثل شنو؟ مثل بطاقة الماستر كارد أو فيزا كارد، يستخدموها في تحميل نقود. بدل ما أن يحمل النقود مالته ويريد يسافر غير دولة، يخلي مبلغ مالته بهذه الكارت حماية من السرقة. يزود بها المسافر لغرض استخدامها في سفره إلى الخارج، وسميت بالاسمية لأنها تحمل اسم الشخص وتوقيعه، وهي سهل التداول، يتوفر فيها عنصر الثقة والأمان، وتمتاز هذه الشيكات بأنها مقبولة في جميع دول العالم والمصارف. المعالجات القيدية المتعلقة بالشيكات السياحية للمسافرين، ألي في سجلات الإدارة العامة. عند استلام الإدارة العامة للمصرف لصكوك المسافرين، يتم احتساب قيمتها بالدينار العراقي، ويسجل القيد المتقابل لأغراض الرقابة والسيطرة من حساب شيكات مسافرين بحوزة المصرف إلى حساب مقابل شيكات مسافرين بحوزة المصرف، وهذا رقم دليل لكل حساب. ثانياً، عند تجهيز أحد فروع المصرف بكمية من الشيكات المسافرين، يعني أنا أجهز بعد ما اشتريت أو شنو جهزت الأفرع بأفرع المصرف، يعني مثلا مصرف الرافدين جهزت الأفرع مالته في محافظة ميسان، في محافظة ذي قار، في محافظة البصرة، بما بكمية من الشيكات المسافرين. راح يكون هنا يعكس قيد المتقابل ويسجل القيد التالي من حساب مقابل شيكات مسافرين بحوزة المصرف إلى حساب شيكات مسافرين بحوزة المصرف، يعني عكس القيد السابق. ثالثا، عند استلامها للإشعار الدائن مع الجدول المرسل من الفرع، ويسجل القيد التالي من حساب حسابات مدينة متبادلة إلى حساب شيكات مسافرين مباعة. رابعا، عند صرف هذه الصكوك في الخارج، تقوم المصارف الخارجية التي قامت بصرف قيمة تلك الصكوك بإعادتها للمصرف المحلي الذي باعها بموجب إشعار مدين مرفق مع الشيكات المصروفة، وبعد التأكد من صحتها، ويسجل القيد التالي حساب شيكات مسافرين مباعة إلى حساب المصارف الخارجية. ب، احنا تكلمنا في سجلات الإدارة العامة، نجي هنا ب في سجلات الفرع، يعني مثل ايش فرع؟ مصرف رافدين فرع بغداد، خلينا نقول مصرف رافدين فرع ميسان، وهكذا. أولا، عند استلام الفرع للشيكات المسافرين، يتم تسجيل القيد المتقابل وبالدينار العراقي، ويكون كالآتي: من حساب شيكات مسافرين بحوزة الفرع إلى حساب مقابل شيكات مسافرين بحوزة الفرع. ثانيا، عند بيع شيكات المسافرين للمواطنين، يقوم المصرف باستيفاء عمولة، ويكون القيد كالآتي: من حساب النقد في الصندوق إلى مذكورين حساب شيكات مسافرين مباعة، حساب عمولة الحوالات الخارجية، حساب مصاريف اتصال مستردة. ثالثاً، يتم عكس القيد المتقابل مبلغ الشيكات المباعة، ويكون القيد كالآتي: من حساب مقابل شيكات مسافرين بحوزة الفرع إلى حساب شيكات مسافرين بحوزة الفرع. رابعا، يقوم الفرع بتنظيم جدول بتفاصيل الشيكات المباعة، ويرسل إلى الإدارة العامة للمصرف مرفق بإشعار دائن، ويكون القيد كالآتي: من حساب شيكات مسافرين مباعة إلى حساب حسابات مدينة متبادلة. وإلى هنا تنتهي المحاضرة، وشكرا إلى إصغائكم.